مساء مشاهدينا ومشاهدي قناة شوف تيفي في حلقة مباشرة جديدة على قناتكم شوف تيفي وعلى صفحات القناة في مواقع التواصل الاجتماعي. سنناقش اليوم الجدل الذي رافق الإعلان على لائحة الدعم الاستثنائي الذي استفادت منه شركات الإنتاج والجمعيات الفنية والفنانون المغاربة. الشق اللي غادي نناقشوا فيه اليوم وهو الشق ديال التمثيل، يعني كل ما يخص المسرح طبعا، والموسيقى ان شاء الله غادي نخصوا لها ايضا حلقه اخرى. كيحضر معايا اليوم الفنان محمد الشوبي، وايضا كيحضر معايا الفنان الكوميدي العيدي. السي الشوبي والسي العيدي، اهلا وسهلا. اهلا وسهلا، مرحبا. اهلا وسهلا ومرحبا بكل المشاهدين الكرام ديال قناه شوف تيفي. نعم، وشكرا لقبولكم الدعوه. بارك الله فيك. طرفين، مرحبا. كيف كنعرفوا يعني لائحه اسماء الفنانين المستفيدين من الدعم الاستثنائي اللي اعلنت عليه وزاره عثمان الفردوس اثار الكثير من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، ويعني وداخل الاوساط الفنيه ايضا. وشفنا مجموعه من الفنانين، شفنا لطيفه رأفت يعني انفجرت في واحد الفيديو للاسف، وايضا شفنا فيديو ايضا ديال سعيد الصنهاجي، شفنا فيديو ايضا ديال او الخرجه ديال نعمان الحلو اللي هو يعني كنديروا هذه الحلقه تزامنا مع القرار ديالو انه غادي يعطي المبلغ المالي اللي تحصل عليه في الدعم، غادي يعطيه الصندوق كوفيد، محاربه صندوق كوفيد 19. سؤالي غادي توجه اولا السي محمد الشوبي، ما غاديش نقول لك شنو التعليق ديالك على نتائج هاد الدعم هذا، وانما شنو رايك في هذا الجدل اللي ناض على هاد اللائحه اللي خرجت؟ بطبيعه الحال هو بالنسبه لي انايا كاين سوء فهم، وملي كيكون سوء فهم 100% يعني واحد الناس اللي كيوجهوا النقاش لواحد الاتجاه الاغلبيه ديال الناس كيمشيو معاهم في ذاك الاتجاه اللي وجهوا ليه النقاش. توجه النقاش على انه هذا زعما بحال ريع، بحال انه يعني واحد الدعم ما كيستحقوش هذوك الناس اللي خداو، بزاف ديال الحوايج توجهت في هذا الاتجاه هذا. وتسمى استثنائي واخا ما مفهومش شنو هي الاستثنائيه اللي فيه، وهنا نقدروا نوضحوها. يعني كاين شي حوايج اللي توجه فيها النقاش اللي مغلوطه وغلطت معها الناس، بحال شي واحد غلط عباد الله كلهما وداهم معاه في واحد الجر واحد. اذن ما واضحش، ما وضحش لهم الامور كيف خصها توضح. هذا هو سوء الفهم ديال الناس وصافي فقط. ما مساله نعم. قانونيه واضحه باينه بوضوح الشمس، ما فيها لا غبار عليها. نعم، غادي نرجعوا لهذا الوضوح. السي الشوبي، السي العيدي، انت فنان كوميدي ودفعتوا على حسب علمي دفعتوا مشروع لوزارة الثقافه اللي انتم فيه مجموعه من الفنانين الرواد، كيفاش استقبلتي عدم ادراج الاسم ديالكم في اللائحه؟ اولا قبل كل شيء حسب ما وصلنا في من الوزاره اللي خصت هذا الدعم الاستثنائي وليس دعم عائلي. الاستفاده من هذا الدعم على حسب ما دونته الوزاره يخص جميع الفنانه المتضررين والغير مهكلين والفئات منهم الهشه. والخطا الفادح اللي دارت الوزاره ان صفتت هذا الشيء مدون مكتوب حرفيا انه دعم يخص الفنانه المتضررين. هذا هو الخطا الكبير. الفنانين المتضررين اللي ما عمرهم استفدوا من الدعم، وكلمه دعم استثنائي يعني ماشي هي الدعم العادي اللي كيتعطى للجمعيات والمسرح وهذه. اذا هذا الخطا شكون كيتحمله؟ كتحمله الوزاره ماشي الفنان. الفنان بالعكس، هناك بعض الفنانه اللي الله يحسن عوانهم انهم كانوا كيتسناو هذا الدعم بواحد الحرقه كبيره، كانوا كيتسناو هذا الدعم، لكن حصل العكس والمفاجاه هي اقصاء نجوم كبار عطاوا الكثير لهذه البلاد ويعيشون منذ امد طويل من هذا الفن هذا. وحصه الاسد استفاد منها من هم ميسورين ومن هم مجهولين
حتى من هاد يعني ما كيعرفوهمش الناس في الفن، شركه وهميه وبفضل تدخلات بعض السماسره، وهذا يجب فتح تحقيق بالتدقيق حتى تتمكن معرفه ما يروج وراء كواليس وزارات الثقافه. نعم سي الشوبي، نعم سي الشوبي اللي كنعرفوا هو انه يعني كاينه لجنه اللي هي مستقله عن وزاره الثقافه، يعني لا يتحكم فيها وزير الثقافه ابدا، اللي هي كتدرس المشاريع واللي هي يعني عندها الحق انها كتشوف المشروع اللي كيبان لها هي على انه جيد فهي كتعطيه الدعم اللي كيستحقه. فاليوم من ناحيه هذا الوضوح اللي تكلمتي عليه السي الشوبي، راه الامور مازال ما واضحاش مزيان، لانه قيل على ان الدعم هو استثنائي في ظرفيه استثنائيه، وكاين عاوتاني كاين اللي كيقول لا هذا غير دعم عادي ديال الانتاج اللي مولف كيتعطى كل عام، كنعرفوا على ان كاين كل عام كيتعطى هذا الدعم هذا. هاد الدعم هذا واش ممكن نصنفوه اليوم على حسب النتائج اللي شفنا، واش نصنفوه في دعم استثنائي ولا دعم ديال الانتاج يعني دعم عادي جدا؟ انا نوضح المساله ديال الاستثنائيه فين جات، اشنو المقصود بها. حسب علمي ان الاستثنائيه في هذه السنه هذه بالضبط انه الدعم اللي كان يعني كنعطيوه سنويا وكنعطيوه لواحد المجموعه ديال الفنانين على دورتين، يعني كل مره كيدفع يعني ست شهور. نعم هذه المساله هذه استثناء هذه المره غادي نزيدوا في العدد ديال الناس اللي غادي يستافدوا من الدعم ديال الدوله، اللي هو هذاك الدعم العادي اللي كيتفرق. نعم. لدرجه انه ملي كتشوف المبالغ اللي تفرقات هي مبالغ ماشي داخل ما يعني لا ترقى الى هذاك الدعم العادي اللي كيتعطى سنويا. الدعم العادي اللي كيتعطى سنويا راه كاين اللي كتوصل معاه تتوصل لهم 30 مليون لا فرقة واشنو الدافع، ولكن هذه السنه هذه استثناء حل الاخوان الله يجازيكم بخير، راه حنا كل فرقه ولا كل فن يعني شركه فنيه مقاوله فنيه راه غنقصوا ليها باش نضيفوا ناس اخرين استثناء هذه السنه هذه لانه كانوا متضررين. بمعنى انه واحد المجموعه ديال الناس اللي متضرره دخلت حتى هي مستافده من صندوق الدعم فقط. نعم يعني استثناء هنا ماشي كيستثنيو شي حد، او لا في الاطار ديال انه استثناء انه هذه السنه هذه راه غادي يعني غادي نفرقوا اعانات، لا هو في اطار الدعم المقاولاتي العادي اللي فيه دفتر التحملات، فيه ملف كيتحط، ملف بيان في سليم صواب مقاد كيتحط كيتشاف اللجنه كتاخذ بعين الاعتبار المسائل كلها هي اللي خصها تاخذها، انه هي سيده نفسها. وهنايا ملي كيخرج هذاك الدعم راه بطبيعه الحال هادوك الناس اللي كيستافدوا منه ديك الفرقه راه ما خدامش فيها واحد، راه خدامين فيها مجموعه ديال خدامين فيها مجموعه ديال العاملين المشتغلين، فيها ناس فيها يعني فيها بزاف ديال الحوايج. اذا راه هذاك الدعم مثلا اللي قلنا خدات واحد الفرقه، انا شفت فرق اللي كنعرفها اللي كيخدموا فيها مثلا سبعه الناس عشرة الناس خرجت لهم عشرة المليون، ما دير لهم والو طبيعي حتى 10 المليون ما غدير لهم والو، وعندهم اربعه العروض خصهم يديروا اربعه العروض. نعم. بمعنى اربعه العروض قسمها على اربعه ديال المدن، قسمها على 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 هذاك من هذاك المبلغ اللي كتقسم اربعه العروض كتقول 10 المليون هي 2 المليون ونص العرض، 2 المليون ونص العرض كيقسموها عشرات الناس داخل الفرقه. نعم. نعم. بالاضافه للمصاريف ديال التنقل والمصاريف ديال المبيت والمصاريف ديال الاكل والمصاريف ديال هذه المسائل كلها هي، اذا شحال غادي تجي لكل عامل من دوك العمال اللي كاينين في هذيك الفرقه؟ لا هي بطبيعه الحال هي 10 المليون راه ما قاداش اصلا في يعني اربعه العروض، انا شفت انا خمسه العروض وشفت فيهم يعني 10 المليون 8 المليون، ف ما حتى حسابيا يعني غير مقبوله. هذا علاش كاين استثناء، تيقول لهم ودي فوالا تنازلوا شويه كاع الفرق، زعما ما خصهاش تغوت، ما خصهاش تقول لا وانا ما عطيتوني غير هذا الثمن وما يكفينيش وما قادراش وداك الشيء. يعني استثناء هذه السنه غادي نضيفوا ناس اخرين حتى هما اللي شحال هذه ما خداو او لا شحال هذه كانوا كيدفعوا وما كيكونش عندهم يعني ما كيكونش عندهم الحظ. اذا هذه السنه هذه راه غادي نزيدوا في العدد ديال الناس اللي غادي يستافدوا.
استثناء هذه السنه فقط. يعني استثناء نعم هذا هو الاستثناء، وهذا هي القضيه اللي يعني اللي ما فهموش بزاف ديال الناس، وبقى عندهم يعني الفلو، وهذا يعني موضوع كتحملوا الوزاره وكتحملوا حتى اللجنه، لانهم هما اللي كنخصهم يبينوا هذا الشيء. اكثر السي عبد الطيب كنمشي معك اكثر، لانه يجب على اللجنه ان تخرج الى الصحافه وان تشرح كل هذه الحيتيات. هذه اللجان هذه اللي اشتغلت لا سواء في الاغنيه، سواء في التشكيل، سواء في المسرح، سواء في الفوتوغرافيا، خصهم كل واحد يجي يبرر علاش ما عطاش مثلا لواحد الناس معينين، ويبرر اشنا هو الاستثناء اللي زادوا الناس الفرق اللي زادوا على فوق من العدد العادي. هذا هو اللي قصدو. نعم طبيعة الحال. السي العيدي، انتم اليوم يعني من الناس اللي كنتم متضررين من الجائحة ديال كورونا، لأنه كنتم مولفين كتخدموا في حفلات وكتخدموا في مهرجانات، وللأسف يعني هذه الأنشطة اليوم ما كايناش نظرا للتدابير الاحترازية اللي خداتها السلطات المغربية سواء في المغرب سواء خارج المغرب. ولكن اليوم كنتوا كتسناو في واحد الدعم ديال الاشتغال في واحد كنظن وقيلا عمل مسرحي ديالكم، يمكن تشرح لنا شويه هذا العمل ديالكم وشكون اللي كان معكم فيه، يعني الاسماء الكبيره اللي كانت معكم فيه، ومع العلم على انه يعني من حقكم اليوم على انكم ترسلوا يعني رساله باش تستفسروا علاش ما خديتوش الدعم، وهذه هي الدعوه اللي كاينه الان في... نعم هذا هو السؤال المطروح. اولا قبل كل شيء، الوزاره في شهر 3 عيطوا لنا شخصيا، كل فنان عيطوا ليه في التليفون كيسولوه وكيستفسروه شحال عنده دلولات، فين كيسكن، على يعني بحال كي بحال شي واحد كيجرك لعندو، شي واحد كيقول لك راه كيحيفك شويه ديال الحياه. يعني اتصلوا بكم، اتصلوا بكم شهر مارس، قال لك التنفس الصناعي، فهمتيني؟ علاش يتصلوا وعلاش يبرسطونا وعلاش يديرونجونا وعلاش يعطونا هذه البطاقات؟ علاش هذه البطاقه؟ واش نلصقوا دنينا بحال الحواله كارقام، وحنا 40 عام وحنا سفراء ديال هذه البلاد 40 سنه، وحنا في هذا الدومين هذا من السبعينات حتى لدابا، من 40 40 سنه. يعني الا كانت هذه الوزاره كتعرف الفنانه شخصيا بواحد بواحد، تحيد هذه القضيه ديال هذا الدعم الاستثنائي وديال هذا الشيء كله تحيد. الا كانت سنه استثنائيه اللي فيها هذا المرض ديال كورونا، كاين كل فنان عنده بطاقه وما يفوق على 40 سنه ديال العمل والخدمه، نعيطوا ليهم سيدي. كاينين تما كل مدينه فيها ملحقه ديال وزاره الثقافه، كاينه مليار و400 مليون في الصندوق، غنعطيوها سيدي من طنجه حتى للكويره، حتى الصحراوي تضروا، الشرقيين تضروا، الشماليين تضروا، على بقات محصوره غير ما بين الرباط وسله. لو تشوف شحال المشروع وشحال ديال الفلوس مشات في الرباط وسله، والله تتفرق. مشات حتى في الرباط، يعني كاين حتى في الدار البيضاء، يعني حتى في الدار البيضاء. فرقات الدعم على جيرانها. لا كاين حتى في الدار البيضاء. لا كاين حتى في الشمال. لا سي العيدي، سي العيدي، سي العيدي، نعم سي العيدي، نعم. غير باش ما ناخذوش يعني الامور بواحد المنحى اخر، كاينه الرباط وكاينه سلا وكاينه الدار البيضاء وكاينه شفشاون، وكاين مجموعه من المدن اللي انا شفتهم صراحه في 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 اللائحه. اليوم انتم واش غادي تراسلوا الوزاره باش تستفسروا على عدم الحصول ديالكم على الدعم، او لا على ان غتخلوها؟ الوزاره ما دارتش شي استفسار، باقي ما دارت حتى شي استفسار. اولا داروا داك الشيء كما كنقولوا، عدموا بعض الفنانه، داروا لهم الاعدام، حكموا عليهم، وبعض الفنانه اللي ما يستاهلوش بهذا المنطق هذا، كاين شي واحد ما كيستاهلوش. والغريب في الامر، الدعم تعطى للقاصرين اللي باقي المسؤول عليهم والديهم، خذوا الدعم، فهذا شيء زعما يثلج الصدر. الانسان يعني كتشوف قاصر خذا الدعم اللي باقي والديه مسؤول عليه، وما خلى واحد الانسان اللي هو دوز 40 50 سنه في الفن، راهما على الفراش ناعسين، ما توصلوش بالدعم، ما فكروش فيهم، عطاهم يلاه بطاقات. علاش هاد البطاقات غيديروا بها الفنانه؟ الفنانه كلهم دابا كيتفقوا بانهم باش يديروا وقفه احتجاجيه امام الوزاره، ومن حقهم. نعم. لان هاد الوزاره شكون اللي تابع لها؟ تابعين لها الفنانه. كوزاره الداخليه تابعين لها الامن، وزاره السياحه تابعين لها مثلا الاطر السياحيه، كل وزاره عندها واحد سميتو العمال ديالها خاصين كتخلصهم وتابعين لها. حنا الفنانه في المغرب الوزاره ما كتشوفهمش نهائيا وما كتعرفهمش. وزاره الثقافه ما كتعرفش الفنانه، اسمحوا لي بهذا المصطلح. لو كنت كتعرفهم كره غتوصل كل فنان للحق ديالو للدار. انا قلت واحد الراي ديالي وقالوا كاع جميع الفنانه،
حشومه هادشي يمكن اللي يمكن لا سي العيدي، سي العيدي سي العيدي، انا نعم يمكن يمكن على ما كيبان ليا يعني بشكل عمومي، فهاد القضيه اللي قلتي انت انها توصل يعني الدعم للفنان حتى للدار، فهي من المستحيل ومن الصعب، لانه ما عندناش الفنانين محسوبين على رؤوس الاصابع، يعني عندنا تقريبا تبارك الله راه كتشوف شحال ديال البطائق ديال الفن اللي كتخرج. ولكن انا هنا غادي نسول السي الشوبي، يعني هاد النتائج كنشوفوها كل عام، كل عام كنشوفوا هذه اللائحه وكنشوفوا هذه النتائج، ما كانش كيوقع هذا البوليميك الان اللي واقع دابا في، او لا هذا الجدل اللي واقع دابا في مواقع التواصل الاجتماعي وفي الوسط الفني، اللي خلى حتى اسماء كبيره في الفن على انها تخرج وتقول الراي ديالها يعني بفيديوهات خاصه في الصفحات ديالهم ديال الفيسبوك وديال الانستغرام. اليوم السي الشوبي واش من حق الفنان على انه يحتج في هذه الظرفيه هذه؟ اظن انا كنتفهم يعني الغضب والقلق ديال مجموعه من الفنانين. نعم احسن العون، لانه هذه مساله اللي راه هاد كوفيد هذا راه خلق لنا ازمات كبيره، خلق لنا ازمات اللي زعما خلات الفنانين باعوا لي زانسترومون ديالهم، باعوا بزاف ديال الحوايج. نعم هذا للاسف. من جهه يعني كنتفهم انا هذا الغضب وكنتفهم هاد الاشياء، ولكن نكونوا منطقيين فقط. المنطق يقتضي انه هذا دعم ديال داخل في اطار يعني مساله ديال وزاره الماليه ديال الحكومه في قانون الماليه، كيخرج كل سنه، ضروري انه يخرج كل سنه، وانه تيتوزع بالطرق اللي قانونيه اللي فيها دفاتر تحملات وفيها نعم واحد الشروط معينه. هاد السنه قالوا لك استثناء هذاك المبلغ راه ما غاديش نعطيه لكل شيء، يعني غادي نعاودوا نحاولوا نزيدوا في العدد ديال الناس اللي غادي يستافدوا، ولكن راه الاستفاده هنا راه ليست بمعنى المنحه او بمعنى الدعم الاجتماعي، بمعنى انه ماشي صندوق كوفيد غادي نعطيك 800 درهم وتمشي ما كتقدم والو، راه كنعطيك فلوس باش تقدم ليا واحد المنتوج ومحاسب عليه ومتابع عليه، وكيخصك الجستيفيكاسيون ولا بدا. نعم جستيفيكاسيون لا بد، لان وزاره الماليه ما كتعاتقش معاك في الملفات، ما كتعاتقش اطلاقا. الامن المالي ما كيتعاتقوش ورقه هي الاخرى، شتي سجل العدليه ما كانش في وقت في بلاصتو تيقول لك هذا الرئيس ولا هذا مدير الشركه ولا شي حاجه، يعني سميتو الاعفاء الضريبي، بزاف ديال الحوايج كلشي كيخصها تكون عندك، ماشي غير اجي وحطوا الصلاه على النبي ولا نجيبوا لك الدار، ما يمكنش. حيت هذه المساله هذا منطق ديال بحال زعما راه فرقوا قفه، شدوا واحد المليار و400 مليون وقسموها على الناس وصافي كل واحد دار شي حاجه في جيبه. لا راه ماشي هذا هو ماشي هذا هو المفهوم. المفهوم هو انه تنشيط الحركه الثقافيه والفنيه على اسس انها راه مازال باقي متضرره، لانه مازال المسارح مسدوده، مازال القاعات السينمائيه مسدوده، مازال العراسات ما كاينينش، مازال الحفلات والمهرجانات ما كاينينش. هاد الناس راه كاين الناس اللي كيشتغلوا غير في المهرجانات، راه ما كاينش، ما عندهمش، ما كاينش فين كاين فين يخدموا. اذا بطبيعه الحال مازال الجائحه تبعهم، اذا استثناء راه غنزيدوا في هذا، نزيدوا في العدد ديال الناس اللي غادي يستافدوا هاد السنه، ومن بعد ديك الساعه نشوفوا مع واش كاين شي تلقيح اللي غادي يكون، واش كاينه شي حاجه اللي غترفع علينا هذا الوباء وغادي نوليو متعايشين معاه على اساس كنا نشتغلوا ونخدموا ونخرجوا نخدموا على اولادنا، بلا ما نبقاو عاوتاني شادين في. حنا متفقين انه الدعم ديال الدوله هو دعم ديال يعني مخصص بقوانين معينه ولوائح معينه. نعم المساله الاخرى اللي فيها اعانات، هذيك اعانات فقط ومحدوده في الوقت وفي الزمن، لانه كنعاونك بحال مثلا فاش كان صندوق الفقر، محاربه الفقر، بحال فاش كانوا صناديق اخرى من قبل من هذا الشيء هذا اللي تدارت غير لواحد المده واحد الفتره معينه باش نحيدوا علينا واحد الثقل على المجتمع المغربي. اما الناس خلطت دابا بين الدعم وبين بين الدعم الاجتماعي والدعم دعم الانتاج الثقافي، نعم هذا نعم، وهذا النقاش نعم وهذا النقاش يعني هو مغلوط يعني من راسه لساسه، فلا فرق بين الدعم الاجتماعي وما بين الدعم
الفني، وكيف قلتي على انه كاين فنانين اللي هما يعني كيخدموا غير في الحفلات وفي المهرجانات، وحتى السي العيدي اليوم اللي معنا كفنان فهو الاغلبيه ديال العمل ديالو كيكون يا اما في سهرات تلفزيونيه في القناه الثانيه، او مثلا في مهرجانات، او لا مثلا في حفلات. السي العيدي اليوم السي العيدي، شنو الخطوه اللي غادي نديرو باش تعبروا على الراي ديالكم بطريقه حضاريه؟ قبل ما نجاوبك نتكلم بعدا على القانون اللي اتفقنا عليه مع وزارة الثقافة، يعني الأوراق القانونية. فن العرض كيتسمى فن العرض، فيه وجوه معروفة على الصعيد الوطني وأدات الواجب ديالها في هذا الوطن، وهذا الشيء قانوني، والشركة كتخلص الضرائب. شكون تقدر تقول لنا شكون الفنانين اللي معكم السي العيدي؟ شكون اللي معكم في الفنانين؟ كاين سيدي الفنان السيد عبدو، ثنائي السفاجو مهيول، ثنائي التقار، الناس القدام اللي زعما الرواد. يعني نعم، هاد الناس خصهم يستافدوا، نعم نعم من انا كوزير نشوف بعد هاد الورقه هادي ونشوف هاد الوجوه نسنيها بلا هضره بلا جوج. ما غنسيش ورقه ديال الاطفال قصر، او نسلي ورقه ديال شي حد اخر اللي يلاه بدا يلاه عنده عامل في الميدان او يلاه في الدومين. لا، نبدا بهاد الناس الاولين اللي عطاو هاد الناس هادو اللي كينعسوا في فراش دابا على فراش الموت. حشومه هاد الحوايج اللي خصنا نستفسروا، خصنا الاستفسار علاش علاش قصاو هاد الشيء. ولكن غير باش نسولك على من خلال الجواب ديالك السي العيدي، واش غادي نعطيهم باش يخدموا هاد بغض النظر على شكون؟ انا ما كنهضرش على اسماء. غنعطيهم باش يخدموا ولا غادي نعطوهم باش غادي يديروا، يعني غيديروها في جيبهم مثلا؟ يعني لا، خدمه هذه خدمه، هذا الشيء هذا القانون، هذا الشيء هي في المدن الصحراويه، في الاقاليم الصحراويه ثلاثه ديال العروض كما قال سميتو، العروض اللي غسميتو قانوني، داك الشيء مصاوب مسينين قالت العروض اللي غادي يخدموا عليها هاد الفنانه، مالهم غادي ياخذوهم فابور؟ ما يمكنش ياخذوهم فابور. لا متفق، يعني فن العرض هذا كيتسمى فن العرض. نعم فهمتيني؟ نعم طبيعه الحال. وحتى الاسماء اللي ذكرتي فهي اسماء يعني معروفه في الوسط الفني، بحال السفاجو مهيول، بحال يعني التقار، بحال سيد عبدو، بحال يعني هذه اسماء اللي هي معروفه في الوسط الفني وفي الوسط الاعلامي ايضا. ولكن شنو الخطوه اللي غادي ديروا اليوم كخطوه حضاريه واللي تكون يعني توصل رسالتكم لوزاره الثقافه؟ غنوصلوا السؤال ديالنا لوزاره الثقافه، علاش قصيتوا الفنانين اللي هما عطاو الكثير؟ يعني ماشي انا راه كلشي شي اسماء كاينه في اللائحه، راه تعجب، راه كاينين شي وحدين في مصر خداو الدعم، وكاينين شي وحدين في مثلا يعني خداو العام اللي فات ولا خداو في الدوره الاولى؟ لا سيدي، اول مره خداو. وكاينين شي فنانه مستقل يعني شحال هذه قدموا استقاله في الفن خداو خدو من الويلز. نعم. عندنا الدلائل. واش هادو في الموسيقى ولا في التمثيل؟ بلاتي باش ما نخلطوش السي العيدي، واش هادو اللي كدوي عليهم انت دابا واش هما في الموسيقى ولا في التمثيل؟ كاينين البعض في الموسيقى، كاينين البعض ولكن في الموسيقى، وبعض مثلا من هاد المبتدئين. متفق معك، متفق معك. في مجال الكوميديا. نعم، في مجال الكوميديا كاينين شي وحدين ميسورين بداو، وميسورين بلا ما نذكروا الاسماء ديالهم بين نعم قصير. بلا ما نذكروا الاسماء بطبيعه الحال. نعم شوف، وزاره الثقافه. نعم السي العيدي، السي العيدي اليوم كاين، حنا غادي نهضروا على الشق ديال التمثيل لانه هو اللي كيهمنا اليوم، واللي هو يعني المجموع ديالو اللي هو 19 مليون ديال الدرهم و 630 الف درهم، يعني تقريبا واحد جايه جوج ديال المليار. ف نعم، الخطوه اللي غادي ديروا اليوم غادي تراسلوا الوزاره بطبيعه الحال. بيان سير، نعم، ما غنسكتوش على حقنا ضروري. نعم سي الشوبي، السؤال الكبير اللي دارت الوزاره، الخطا الكبير انهم عيطوا لنا في الهاتف، راه يمكن استاذ الشوبي في خبره هذا الخبر هذا. نعم، عيطوا لك في الهاتف كيستفسروك شحال عندك الاولاد، واش كاين، واش عندك واش ما عندكش. نعم، علاش شويه حتى عدمونا عدمو جميع. نعم. هذا يعني لا، هذا يعني هذا خاص تخرج الوزاره، تخرج هاد الناس اللي عيطوا لكم خاصهم يعني يخرجوا بلاغ توضيحي بهاد القضيه هذه. واش حنا ماشي فنانه وهادو اللي خداو فنانه؟ لا انتم طبيعي الحال انتم فنانه، واش مغاربه؟ لا شوف، حتى واحد ما كينزع على شي واحد المغربيه ديالو، كون هاني حنا كلنا مغاربه، وانتم فنانين معروفين في الوسط الفني ومعروفين في الوسط الاعلامي وداخل المغرب وخارج المغرب. السؤال ديالي السي الشوبي،
شكون اللي كيتحمل اليوم المسؤوليه؟ واش غادي نحملوها الفنان؟ ما بغيتش نقول المسكين، يعني حتى قلت المسكين نقدر نديرها بين قوسين، او لا الجهات يعني المسؤوله من وزاره الثقافه والجهات الوصيه على الفن في المغرب. بعد نوجه التحيه للسي سفاج ومهيوال والاخوان كلهما الاصدقاء بطبيعه نعم الحال، هذو قامات فنيه ويعني كوميديين حقيقيين، يعني عشنا معهم مراحل في العمر ديالنا نعم حتى الثنائي وتعرفنا عليهم التقار عبر أيضا. وهذا الشيء، ثنائي التقار حتى هو، يعني نعم هاد الناس هادو ماشي نابورت كي، نعم من بطبيعة الحال حقهم انه ياخذوا الدعم ديالهم وياخذوا ويديروا الاعمال ديالهم، لانه هاد الناس حتى هما يعني عندهم السوق ديالهم وعندهم الناس ديالهم، يعني هذا مساله مفروغ منها. مساله يعني اللي طرحتي ليا هي المسؤول بطبيعه الحال خصنا نفرقوا بين مسؤول اللي كيعرف الدومين مزيان، ومسؤول اللي بالنسبه ليه كيهموه الوثائق فقط، ما كيعرفش. عرفتي بحالاش؟ بحال اللي كيقول لك سير جيب لي شهاده الوفاه، انت حي وكيقول لك جيب لي انت شهادة حي الوفاة وكيقول لك جيب لي شهاده الوفاه، لأنه راه يؤمن ماشي بالوثائق. هو، لا راه ما حيت الوثائق غتمشي لواحد البلاصه اخرى، غتمشي لواحد دوتر سيرفيس، وغادي يقولوا واش هذا السيد حي ولا ما حيش، ماشي غتجيب لهم انت وثائق تجي تقول لهم لا انا راه حي، حيت هذوك الوثائق مثلا في الدهاليز ديال وزاره الماليه، واش عمر شي واحد دخل الايتود ديال شي دوسي معين؟ راه كيدخلوا غير الوثائق، هما اللي كيدخلوا. بطبيعة الحال ما نعم كنعرفكش شكون انت، راه شحال من واحد وقعت لي هذه المساله هذه من الفنانين ديالنا الكبار، وقعت لي هذه المساله تيقول لي واش ما كتعرفنيش؟ تيقول لي يا استاذ راه كنعرفك، ولكن القانون والوثائق ما كيعرفوكش، كيعرفوا غير شحال الحسابات، شحال هذه شحال هذه، واش عندك هذه الوثيقه واش ما عندكش وصافي. اما بغيتي دعم مباشر، هذاك الدعم المباشر راه عنده قواعد ديالو، ما يمكنش نعطيك انا دعم مباشر، حيت الا عطيتك دعم مباشر بحال عطيتك، انا جيت يعني عطيتك صدقه ولا عطيتك شي حاجه نعم وخارج الاطار، خصني نعطيها لك من جيبي، لانه ما يمكنش نعطيها لك من فلوس الدوله، فلوس الدوله خصني محاسب عليها، غادي بطبيعة الحال تكسب. لا وتا يعني هاد الفنانين هادو كاملين السي شوبي اللي هما الان يعني دفعوا لوزارة الثقافة، حنا ما كنهضروش على الناس اللي هما ما دفعوش وكيتسناو يعني الإعانة ديال وزارة الثقافة، بالعكس ودابا كاين الناس اللي هما دفعوا الدوسي ديالهم بلي كونت بونكير ديالهم هذا بالمشروع المطلوب، كامل هذه بالجوالات المطلوب هنا بكل شيء. سي نعم عبد اللطيف، نعم المطلوب سيدي هنايا انهم يطلبوا استفسار وتوضيح من راه في هذه اللجنه، علاش هذه اللجنه رفضت هذا الملف؟ راه هادشي شرحتو في الصباح، اعطيونا جوستيف علاش رفضتوا هذا الملف، نعم يعني هادشي اللي كنغوتو من الصباح. بالشكل القانوني، يعني نعم بطبيعة هو الحال هما انتم من حيتوا حقهم على أنهم ياخذوا استفسار علاش ترفض الملف. بطبيعة نعم الحال نعم إيه، ومن حقهم ماشي من حقهم يمشيو حتى للقضاء، إلا ما بغوش يعطيوهم، إلا ما بغوش يوضحوا لهم راه يمشيو ها للقضاء سميت ويرفعوا الدعوة على هذا السيستم هذا، قول لي علاش رفضتوا لنا وما عطيتوناش التبرير، وديك الساعة مكاينش القضاء هو اللي تبرير غادي يجيب لهم التبرير. نعم وكاينه واحد هم يعني نعم رسمي. نعم وكاينه واحد يعني واحد كيف كنقولوا وغدنا الان كاين ايضا المركز المعهد الفرنسي بالمغرب هو اطلق واحد الصندوق مخصص لدعم الانتاج العروض يعني الفنانين اللي هما ما استفدوش من الدعم ديال وزارة الثقافة، هذه ممكن على انها تكون خطوة اخرى يعني الفنانين اللي هما ما استفدوش ممكن انهم يدفعوا يعني المشاريع ديالهم للمعهد الفرنسي، يعني هذا بلاغ ديال المعهد الفرنسي. نعم نعم المعهد الفرنسي كنعرفوا كيفاش كيشتغل، وتنعرفوا مع من كيشتغل، وتنعرفوا اشنا هي الاستراتيجية ديالته والاهداف ديالو الى اخره الى اخره. نعم هذا المعهد الفرنسي ما غاديش ماشي غادي يجي يعطي منحه ويقول لها لا دوك الفنانه مساكن اللي ما خداو شيء احنا غادي ناخذوهم بعين الاعتبار ونعطيهم، عنده اجنده ديالته كيقادها بطبيعه الحال غادي يعرف الناس اللي غادي يعطيهم، وهو دابا غيحمي غير دوك الناس اللي ديالو فقط، وما نعم غاديش يحمي جميع الفنانين المغاربه ما يمكنش. نعم بطبيعه الحال يعني هو قال في البلاغ ديالو على انه يعني الناس اللي هما
ما استافدوش من الدعم، يعني ممكن انهم يدفعوا ولكن يعني خصو يوضحها المشاريع ديالهم. يوضحها نعم بطبيعة الحال، يوضحها بطبيعة يوضحها الحال. يقول شكون هما هاد الفنانين اللي ما خداوش نعم واش سي العيدي، سي العيدي. نعم نعم متفق معاك السي الشوبي. السي العيدي اليوم فين فين، واش ما كتشوفش على ان يعني حتى الفنان كيتحمل المسؤوليه في هذه المساله هذه، لانه ممكن وقيله ما يقدرش يصيغ مثلا واحد المشروع معين، ما كيحطش يعني الوثائق كما هي، لان الوزاره ممكن تقول لك على انه الملف غير كامل مثلا. إلا غادي نجاوب كنجاوبك على ان الوزاره وصيفط لاكوزي وقال لك الملف هادشي شحال هادي مكتمل، يعني حنا كامل. هادشي راه سينا، حنا تبارك الله راه كبرنا في هادشي، حتى حاجه ما كتزقل، كل شيء نعم بطبيعة الحال. قانوني قانوني 100% قانوني في 100% كاع كاع كون قبلوا لنا هاد الدوسي كون قبلوه كاع، غادي تكون عاوتاني هناك فرزيات في فروق في العمله، واحد ياخذ 14 مليون، واحد ياخذ 12، واحد ياخذ 8، واحد ياخذ 6، واحد راه مع 10 الناس واخد 6، راه عندك شفتوا يعني كي غتولي حتى الفرزيات حتى في المال اللي غيستحقوا اي واحد، فهمتيني ولا لا؟ راه نعم كاين بزاف ديال الاسئله مطروحه هنا وبزاف ديال الخروقات كاينه في هذه الاوراق اللي صيفطوا لينا، خروقات ما فيها ما يتشاف، لان اول قبل كل شيء ما عندهمش هما شي واحد ناطق رسمي اللي كيوصل للفنانه من وزاره الثقافه، خصو يكون هذا السيد هذا الناطق الرسمي، واخا نجيبوا حنا غير من الموقف ونعيطوا له ونقول له جي سيدي باش تجلس هنا بدا تفسر لعباد الله، كل شيء مشى مغلوط. انا كنعرف بزاف ديال الفنانه خلاو الكرا 6 شهور 7 شهور ديال الكرا كيتسناو في الدعم، تقول لهم نعم سيدي للاسف كاين الدعم. كاين كاين مجموعه اذا نعم. هاد الناس واش غيشنقوا راسهم وتحمل الوزاره المسؤوليه عليهم؟ راه هادشي اللي بان ليا، راه عدد من الناس زينا اللي دياب بحال هكا. لا هو شوف هو نعم بطبيعه الحال، هو السي العيدي هو عدم الحصول على الدعم هو ليس نهايه العالم بطبيعه الحال، يعني ما باش نكون باش تكون زعما هذه مساله مفروغ منها، يعني عدم الحصول على الدعم يعني في المشروع ديالكم او ديال الفنانين الاخرين فهو ليس بنهايه العالم. وهنا غادي نسول السي الشوبي، واش انت اطلعتي على اللائحه ديال الاعمال الفنيه اللي هي اختات بطبيعه الحال في الشق ديال المسرح وهذا ديال الفنانين، واش كان كيبان لك على انه كاين هناك يعني توزيع عادل على ذوك الفرق المسرحيه وانت تعرف اكثرهم؟ في الحقيقه انا زعما لانه المبلغ الاجمالي مع في ظل الاستثنائيه اللي قلنا، يعني المبلغ الاجمالي ما كافيش، ما كافيش بطبيعة الحال، ما كافي حتى واحد. دابا راه ممكن مثلا يجي واحد عنده غير فرع، يعني عنده عمل مشروع اوبرا مثلا، عنده واحد يعني واحد 50 راقص وهذا ومخلط داك الشيء، عنده لي ميوزيسيان وعنده بزاف ديال الحوايج خدامين معاه، راه ما غاديش يكفيه غير داك السويكيك ديال المبلغ، ما يكفيش. اذا هذه مساله اللي زعما ما باين من الاول ان راه الاغلبيه تظلمات، ولكن هذا الظلم هذا استثناء هذه السنه هذه فوالا، لانه راه غادي نضيفوا بزاف ديال عباد الله، راه غادي نكب زيدين. الله يخليكم تعاونوا معنا بحال تعاونوا معنا، الله يخليكم راه غنعطيكم اقل من ذاك الثمن اللي كنعطيوكم، راه هذاك الشيء اللي كنعطيوكم مفروض تاخذوه، راه هذه السنه هذه راه ما كاينش. حاولوا تقلبوا تنتوما على مصادر اخرى وعلى تمويلات اخرى من شي جهات اخرى، على اساس انكم تكملوا الاعمال ديالكم وتعطيونا هذوك العروض ديالنا وتعطيونا المسائل اللي كيخصها تكون. هذا استثناء عاد، يعني المساله اللي بغيت نرجع ليها بالاساس السي عبد اللطيف، القضيه ديال التوزيع. مثلا الاغلبيه شدوا في هذاك الطفل، ذاك الدري، ذاك الطفل سميتو، بالنسبه لي كمغني الى اخره، هما مقدمين المشروع انطلاقا من انه شركه عندها بحال دابا، هو ماشي اسم الطفل، اسم الطفل هو غير اصل تجاري، نعم اصبح كاين اصل شركات تجاري. انتاج، لان كاين كاتب، ملحن، تسجيل، استوديو، ماسترينغ، كاين بزاف الامور، وهو دابا سميته ولات اصل تجاري. يعني بحال دابا مثلا تندير مثلا انايا فرقه محمد الشوبي ولا فرقه البداوي، مثلا فرقه البداوي ولا فرقه محمد الشوبي،
لا راه محمد الشوبي ماشي هو اللي خدا الفلوس، فرقه الهيكل القانوني نعم ديالها صحيح. يعني احترامها لدفتر التحملات، احترامها لواحد المجموعه ديال الاشياء. اذن هذاك الطفل هذاك راه لا دنباله، راه هو اصل تجاري، لانه بان في واحد البرنامج ورباح في واحد البرنامج، دار واحد الاصل تجاري، اذا راه مباشره غادي يتدار سميتو. بحال نعم شي واحد يعني وحتى سميت بنته مثلا في واحد المشروع معين، نعم وهي بنته باقيه يلاه تزادت، نعم انا غادي نزيد يتدار سميتها. نعم انا غادي نزيد نوضح واحد المساله كاضافه للكلام ديالك السي شوبي، هو انه ملي كنشوفوا مثلا واحد الفنان اللي مكتوب على الاسم ديالو وما كاينش اسم ديال شركه او لا اسم ديال اجونس او لا اسم ديال وكاله او لا جمعيه، فكيكون هو كيكون عنده لا باتونت، يعني اي مقاول ذاتي، نعم كيكون كيكون عنده مقاول ذاتي. باش نفهموا هذه القضيه، لان بزاف النقاش المغلوط اللي كاين في مواقع التواصل الاجتماعي كيقول لك هذاك السيد راه خدا ديك الفلوس وغادي يديرها في جيبه، هو راه ما غاديش يديرها في جيبه، هو راه مشات غادي تدخل لواحد الحساب، وذاك الحساب اللي هو يعني راه حتى هو متابع لانه خصو يعطي الجستيفيكاسيون مطلوب منه فين مشات الشتات ديال هذه، فين الاغاني، مشات هذه، فين مشات هذه. مطلوب منه لك الشتات الاغاني خصو نعم. يصاوبها. واليوم يعني ملي كنقولوا يعني عطينا لطفل او لفنان عطيناه 8 المليون باش يدير البوم، ف 8 المليون فهي رخيصه جدا على الالبوم اللي غادي يدير، يعني الالبوم راه كيطلع تقريبا بواحد 15 او 20 مليون على الاقل باش يطلع لك واحد الالبوم. عادي الا كان غادي يدير كليب فخاصه واحد 40 ولا 50 مليون باش يدير شي حاجه مزيانه، يعني الناس اللي هما في الوسط الفني الموسيقي خصوصا هما كيعرفوا هذه القضيه هذه مزيان. اليوم غير باش نرجعوا يعني المسرح، واش انت سي شوبي كاع اليوم نقدروا مثلا نعطوك 10 المليون في خمسه ديال العروض، ما غاداش تقدك معاك واحد ربعه ديال الممثلين معروفين؟ ما يمكنش تكفيني. علاش ما يمكنش تكفيني؟ لانه الا بغيت نخلص كل يعني عامل عندي داخل الفرقه، لانه ما تيكونش معايا غير كيكونش معايا غير الممثلين، غتيكون معايا لي تكنيسيان، تيكونوا معايا لا سميتو الدراري اللي كيخدموا وكيشتغلوا معايا في القاعه، كيكونوا معايا بزاف ديال كيكون مخرج، كتكون سينوغرافيا، كتكون على الاقل 12 14 الواحد كتكون في الفرقه. هاد 12 14 الواحد الا جيتي تقسم عليها شحال غادي تعطيها؟ تقول لها اخو هذاك الشيء القديم اللي كانوا كيديروا شي وحدين تعطيه 20000 فرانك، تقول لي هاك اخويا 20000 فرانك في العرض وصافي، صلى على النبي الله يرحم باك، راه هادشي اللي جاب الله. ما يمكنش شيء. وعندك مثلا النجوم، عندك مثلا معاك جمال العبابسي، ولا معاك نجوم يعني مسرحيه كبيره، معاك كمال الكاظمي، ولا معاك غادي تخلصوا ب 2000 درهم ولا ب 1000 درهم؟ لا العرض ما يمكنش. الا مشى يمشي معاك مسكين 3 شهور ولا شنو هو كيتجرجر معاك اربعه العروض يشد فيها سميتو. نعم وتحيه لهذ الاسماء اللي ذكرتي السي الشوبي من هذا المنبر هذا، طبعا فنانين كبار. السي العيدي اليوم شنو هي الرساله ديالك لوزاره الثقافه اللي يعني من اجل حلحله يعني هذا الموضوع، او لا من اجل انه يتشفي يعني الغليل ديال الفنانين اللي هما ما يعني ما كانش عندهم الحظ على انهم يستافدوا من الدعم؟ الرسالة لوزارة الثقافة، أولا اللجنة اللي كاينة ما عرفناش شكون هذيك اللجنة، يمكن ما كتعرفش الفنانة، يمكن ما عمرها شافت الفنانة، يمكن ما عمرها حضرت للفنانة. اللجنة إذا كانت عزلات هذه الدواسة وهذه الملفات كانت تشوف بعين الاعتبار الناس اللي أداوا واحد السنين واحد الأمد طويل في الفن، وجاو عن طريق شركات اللي هي مثلا كازا كوميك، راه معروفة شركة كازا كوميك هي مصاوبين مع هذا العقد ديال التشغيل، وجاو عن طريق جمعيات او كذا وكذا وكذا، كانت تشوف بعين الاعتبار هاد الفنانه هما الاولين، هاد الفنانه هما الاولين تشوفهم، هما الاولين اللي كتشوفهم يعني وصلوا لواحد السن يعني خصهم ضروري ما تفكرهم الوزاره يمشيوا بطبيعه الحال من حقهم، من حقهم هذا نعم. هو الحق ديالهم نعم. مع ان ما خصهمش كاع يعطيوهم الدعم، خصهم يديروا لهم شهريه، حتى الدعم ما يعطيوش لهم، يعطيوهم شهريه يقول لهم انتم بارك عليكم قصوا في ديوركم، فتوا 50 عام و60 عام انتم كتخدموا تردموا، هذا هو الواقع. اينك يا وزاره الثقافه؟ اينك يا وزير الثقافه؟ اينكم ايها المثقفين؟ اينكم ايها الذين تحبون الفن في المغرب؟ مع ان الفن مشى ما بقاش، لا اصلا الفن بقى كيدور. نعم ونتمنى ان شاء الله مصيره ودخلوا نعم. على الواقع كنقولوا دخلوا صماصيره، فعلا كاينين صماصيره حتى في الفلوس اللي تعطاو،
لو ما كانوش تماصيل ما ياخذوش الواحد. هو شوف، هو السي العيدي، هو ديما يعني اللجنه ديال الدعم كتكون منفصله على الوزير، يعني الوزير لا يتحكم في اللجنه ديال الدعم، غير باش نكونوا واضحين في هذه القضيه. انا فاهم هذه المساله المسائل، انا نعم فاهمها، نعم متفق معك لان متفق معك، كانوا حنا وزراء اللي المولين كنتمناو كنا اليوم. كنريحوا معاهم وكنشوفوهم وكيعرفوا الفنانه وكنجلسوا معاهم، منهم الاعراج منهم الاشعاري كيعرفوا الفنانه بطبيعة وكيجلسوا الحال معاهم لا، شوف سي العيدي غير زعما كلمة حق في حق الوزير ديال الثقافة، هو يعني مجموعة ديال الفنانين كانوا طلبوا اللقاء ديالو وكان كيتلاقى بهم، يعني حتى يعني الوزير الشاب اللي هو جا جديد على وزارة الثقافة فهو كيتلاقى بفنانين، يعني اللي طلب اللقاء ديالو كيتلاقى معاه، والسي الشوبي أيضا حتى هو كيعرف هذه القضية هذه، وكان مجموعة من ولكن دابا الفنانين استضفناهم. من شوف كيف مورا هذا الدعم هذا حنا ما كيردش، نعم حنا ما كيردش على المكالمات، ما كي ما 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 حنا نتمناو حنا ما عطاش نتمناو شي واحد اللي يتكلم نعم يقول شرح للفنانه علاش تقصاو. هذا هو نعم السؤال الوحيد اللي كنقولها، بغينا استفسار علاش تقصاو هاد الفنانه هادو، وعلاش ما عطاو ما عطاوش يمشيو يديروا الخدمه ديالهم يخلصوهم في نعم الدعم ديالهم، ولا كما كنقولوا حنا نعم هاد الطلب المساله ديالكم يعني علاش. جميل جدا وحضاري، وكنتمنى على ان وزارة الثقافة تكون ان شاء الله عند الاذان الصاغية باش انها تدير استفسارات لجميع الفنانين اللي هما ما استفدوش من الدعم، لان هذا هو الحل باش كل شيء يعني كيف كنقولوا يبقى على خاطره. سي العيدي شكرا لك على حضور ديالك معنا اليوم في شكرا هذه الحلقة هذه ايضا، شكرا شكرا شكرا. السي محمد الشوبي ايضا اللي رافقنا ايضا لا في هذه واحد الحلقة. توضيح السي عبد اللطيف قبل، نعم ما تسدش، انا راه ما وصلني دعم، ما عندي دعم، ما عندي لا فقره، عرفت عرفت لا عرفت انا عرفت كدافع على المنطق فقط، لا شيء غير نعم المنطق. نعم وحنا كنا كنقلبوا يعني على المنطق، ومزيان نجيبوا يعني الاصوات من هذا صحيح الجانب واصوات صحيح من هذا الجانب باش صحيح. نقدروا نفهموا ولكن نختم الوضعية لكم بواحد العامة. الكلمه، نعم بغيت نختم بواحد الكلمه السي سكرجي. نعم سيدي يا ريت يا ريت وزاره الثقافه ملي كان هذا العام الكورونا، كانت كورونا هذا العام، وكما كتقولوا بحال احنا في الحرب، احنا عايشين كلنا في حاله طوارئ، نعم كانت هذه طبيعي الحال وزاره الثقافه تحيد ذاك الدعم اللي مولفه كتعطيه سنويا، وتعطيه الملحقات الثقافيه ديال المدن، كاينه مليار و400 مليون، وعندك اللي كتخرجوا ديال الفنانه، بطاقات الفنانه، يعني وتعطي تعطي للناس كل اللي هما واحد عندهم طريف، البطاقة. تعطي كل واحد طريف بلا ما سيدي ما تعطيني لا البوم لا والو، تعطي طريف لكل فنان اللي هو يستاهل، طريف طريف طريف، غادي يتسموا بانهم عاونوا الفنانه في هذا المأزق هذا وفي هذا المرض الكحل، فهمتيني؟ نعم وغيتسموا بانهم داروا بديله، اوليو باش يديروا لنا بحال هاد التصاور اللي كيتصوروا علينا، ها 20 مليون، ها 18 مليون، 14 مليون، واحد اخر مسكين كيموت بالجوع، فراه لا نعم حول ولا قوة السي الا بالله العيدي، العلي السي العيدي كنتمنى وكنتمنى ان شاء الله يكون خير، وشكرا لكم على الحضور ديالكم في هذه الحلقه هذه، وكنتمنى على ان الرساله ديالكم تكون وصلت، ونعاودوا نذكروا بان محمد الشوبي فهو ما دفع حتى دعم، يعني هو كيحضر معنا اليوم كمحايد، يعني ما هو معاه يعني من خلال التجربه الفنيه ديالو، فاحنا استضفناه اليوم في هذه الحلقه هذه. شكرا لك ايضا سي محمد الشوبي، وشكرا أيضا لمشاهدي قناة شوف تيفي، وإلى اللقاء في حلقة مقبلة إن شاء الله. شكرا.